أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى والأخيرة من برنامج حظي معي. اللي تابع الأخبار الأسبوع الماضي بيعرف قديش كان الأسبوع حافل بالأخبار العاجلة، مثل سيطرة الطالبان على أفغانستان، الطائرة اللي حاولت تهرب 600 أفغاني ووقع نصهم في الطريق، مشكلة الوقود في لبنان، التفجيرات في العراق وسوريا، قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب. طبعا إحنا في الأردن تركنا كل هاي الأخبار وبلشنا بخبرين، خبر مدرسة الروابي وخبر سيارة البريوس. طبعا بس ضل طقس العرب اللي ما كتب عنهم. الشعب الأردني محير غريب، يعني مثلا عندك الشعب اللبناني متصالح مع نفسه لدرجة أنه عنده 1000 مذهب و1000 ملة والأمور ماشية تمام، المسبات عندهم في الكلام عادي وبرضه حياتهم ماشية أمورها طبيعية. الشعب المصري مثلا عندهم تحرر جنسي، بس مش منكرين أنه عندهم تحرر جنسي لدرجة أنه عندهم مصنفين التحرش كاتيجوريز. إلا إحنا الشعب الأردني العظيم، بتلاقي الواحد نازل كومنتات عم بيحكي عن مدرسة الروابي إنها تنافي قيمنا ومبادئنا، وبنفس الوقت عم بيبعت فيديو لبريوس لأصحابه على الواتساب. امبارح مثلا كنت عم بقرأ إحصائيات عن الأردن، قرأت كم معلومة فرمتت لي اللي باقي من خلايا الدماغ عندي. شو بتقول المعلومة؟ إنه 80% من الناس اللي قادرين يوصلوا للإنترنت بفوتوا المواقع الإباحية بشكل دوري. طبعا مش هاي المعلومة الصادمة، لأنه إحنا معروف إنه إحنا شعب مثقف، بس اللي صادم في الموضوع إنه نفس الفئة اللي قادرة توصل للإنترنت 77% منهم يؤيدوا حظر المواقع الإباحية. أحا، في جروب للأمهات مشهور كتير على الفيسبوك. طبعا هذا الجروب على قد ما هو مفيد، على قد ما هو جاي بالدور لنص التات البلد، لأنه عادي ممكن تلاقي وحدة جوزها نازل فيها ضرب ليل نهار، تيجي بآخر النهار تحط نفسها الأرجيلة وصحن البزر وتعطي نصائح لوحدة تانية إنها تتطلق لأن زوجها بكل بساطة ما أخذها إجازة بالصيف على تركيا. في هذا الجروب كان في بوست لمرشدة اجتماعية عم تحكي عن أهمية توعية المراهقين بالثقافة الجنسية وقديش مهم إنهم المعلومة ياخدوها من أهاليهم بدل ما يروحوا على الإنترنت ويدوروا على هاي المعلومات. الأمور لهون تمام، بس اللي مش تمام تعليقات الأمهات اللي كانت بهذا الجروب. ذكرتني بمثل بيقول لا تخاف من الهبلة، خاف من خلفتها. من ضمن التعليقات الغريبة اللي كانت على الجروب، أم بتقول بكل ثقة شو الهبل هاد، تخيلي ابنك يجي يحكي لك حاسس بهيك وتصير تعلمي شو يعمل. أنا بقولك لا تعلمي شو يعمل، بكرة بيشتري بريوس وبيعرف شو يعمل لحاله. ومستغرب ليش هذا الجيل مش عارف وين الله حاطه. يعني في أم من الأمهات برضو شو معلقة بتقول أنا فهمت ابني اللي عمره 7 سنين إنه هو نزل من رجلي. يعني بتحسها ولدت لما صارت نمرة رجلها 45 مش لما وصلت الشهر 9 والحبل السري كان رباط بوطها. أنا مش فاهمة كيف أقنعتي هذا الولد، يعني بكرة لما يسألك ماما أنا كيف نزلت قولي له دغدغوني من رجلي ونزلت من كتر الضحك، ولا بكرة أصحابه لما يجي عيد ميلاده ويجيبوا له صورة صندل ويقولوا له هاي صورتك وأنت صغير. على سيرة الثقافة الجنسية برضو، إحنا عنا فيها مشكلة مع الصغار ومع الكبار، مشكلة في التعامل مع الجنس الآخر، مشكلة إنه أنت ما بتقدر تتحرش في أي بنت حتى لو ما فيك حيل. في صديق للعائلة، خلينا نقول مثلا اسمه عمو اسماعيل، عمو اسماعيل هذا عمره 74 سنة، بسببه كان نفسي يطلعوا قانون زي قانون منع اللايف على الفيسبوك، إنه ممنوع أي ذكر فوق 70 سنة يعمل بوست على الفيسبوك حتى لو كان بوست صباح الخير اللي بنبعته على الواتساب. عمو اسماعيل مفروض انه زلمة تقي جدا، كل صلاة بصلاتها، دايما مسبح لدرجة انه حجار المسبحة دابت من التسبيح، بينام وهو عامل هيك. الواضح انه عمو اسماعيل كان قبل اكم من يوم في حالة استرجاع بطولات الماضي وايام الشباب وقصص تانية طويلة، هو بس مقتنع انها كانت موجودة على ارض الواقع. واضح يومها ان هرمون الادرينالين كان عالي عنده، واتوقع هو الهرمون الوحيد اللي شغال في عمره هذا، فراح يومها يدور على بنات على الفيسبوك. طبعا هاي حريه شخصيه ما حدا له عنده، بس المشكله انه شكله كان مستعجل كتير وبده يلحق قبل ما ينام، فراح بدل ما يبعث للبنات مسج برايفت على الفيسبوك يعمل لهم شير لصورهم وتحت الصور يكتب عن بطولاته وعن ماضيه اللي اساسا ايام الشباب ما كانش موجود. انا يوميتها تمنيت الكهرباء تقطع او الانترنت تقطع او اي إشي يقطع بس انه ما يرفع صوره هاي، لانه وقتها بدل ما يكون عم بسترجع بطولات الماضي رح يكون عم بورجينا خيبات الحاضر ورح تكون وقتها فضيحه.